أعطيك يا أخي منه؟ معي اثنين، حتى الجوهرجية بياخدوا مني. لا يا أخي، نحن خواتمنا عم تجينا أرخص من السعر اللي عم تعطينا يا أنت. إيه طبعاً، هدول شغل جوهرجية، نحن عم نعطيهم. أنت عطيني وحدة بس، بقديش؟ وحدة بس؟ دخيلك يا أخي، بيناتنا هالحكي، خليها هدية. ما بيمشي الحال، هو أنا بدي هدية أساساً. خود هدول. إيه والله يا أخي، ألف مبروك. يلا يعطيك العافية. جمال! نرد سي بورسود! إيه زهرة خانم. لكن تسكرت شغلة المحكمة؟ إيه تسكرت والله. يعني لو شفتهم كيف كانوا جايين. ما عاد حلوة اشتكي تاني مرة بعد ما اعتذروا، ما هيك؟ والله حلال عليكي أمي، كيف هيك خليتيهم يجوا لعندك؟ لك شو هاد يلي عم تعمليه؟ لا حبيبتي ما بصير هيك تجمعيهم. هيك بدك تلفيهم شوي شوي مثل أصابع الصبية، ليكي هيك ها؟ طلعي فيني؟ أختي أنت بس تتجوزي أنت رح تصيري تحضري الأكل، ما هيك؟ عمر كود افتح الباب قوم. أهلين عمو خليل. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا ابني. تفضل يا ابني تفضل، خير إن شاء الله. لا بلا ما فوت بهالوقت، بكرة محمد بده يفتح المحل، مشان هيك جيت هلأ وجبت له المفتاح. يسلم ودياتك فريحة خانم. شكرا. قال الطقس رح يكون حلو كتير بكرة. إذا بتسمحوا بدي اطلع مشوار مع فريحة خانم. جنيتوا شي؟ كل شي بهالبيت مضيع عقله؟ حطي صوتك لسه الزلمة برا. اي يسمع، انا بدي اياه يسمع. هي حياتي الي انا، ما لي حق اني قرر فيها او اني احكي. مليت من هالتخلف اللي انتو عايشين فيه. نحن باي عصر وين عايشين بقى؟ شو عم بيفكر حاله بالضيعة؟ راشدة انا، راشدة. هلا اذا بفتح الباب وبطلع ما حدا بيقدر يرجعني ولو شو ما صار يصير. ولك انت كيف بتحكي هيك وليه؟ كيف بتحكي هيك؟ ما حدا له حق يتصرف هيك ابدا. ما حدا له حق انه يتحكم بحياتي بنوب. عجبك اللي عملتي لك بنتي؟ ليكي رد راح وطبش الباب ورا. لكن نحن متخلفين مو؟ هيك بدك تغيري رأي أبوكي المتخلف؟ عيب، عيب كتير. ليش عم تطلع هيك؟ Thank you.
بتريد ما تزعل، البنت صغيرة ومعصبة من عصبيتها حكت هالشي. والله ليش؟ أنا بريد أعمل أي شيء سيء أو يجرح بنتي. لا أكيد أنت مو معقول تريد هالشي، طبعا ما بتريد. رضا، الأبوة والأمومة دايما معرضين لامتحان. طلع، أنا خبيت المجلة لأني خفت منك حتى أعمل منيحة للبنت، ويلي صار أسوأ بألف مرة أسوأ. وأنت كمان هلأ بدك تعمل هالمنيحة وتجوزها لهذا الشاب، وبكرة أو بعده رح تنفصل وبترجع، ورح تقول ما بدي، وأنت رح ترد تنهم وتقعد هيك لحالك، وبتعمل قبيحة عوض ما تعمل منيحة، مو هيك؟ قوم رضا. مساء الخير سينا مخالي. ممكن تطلب لنا تاكسي لو سمحت؟ فورا فورا نجيبها. أنا ما عاد فوت على هذا البيت. هي بنت مالة منيحة، كتير سيئة معنا. لا تحكي هيك لك بنتي، هي مثل أختك. أنتوا ما بتعرفوا شي هي. شش بلين سكتي. امشي. بتشكرك. خير إن شاء الله. شايف الأم وبنتها بهالوقت من الليل رح يطقوا من البكاء يا رضا. منين بده يجي الخير؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.